الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عن ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه
فضيلتان عن المسيح عيسى ابن مريم حينا بدءا الحديث عن جدته. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حديث عن جدته عليه السلام وحديث عن أمه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن أمه عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ليس الاصطفاء الثاني توكيدا للأول، إنما اصطفاءان نوعان من أنواع الاصطفاء: اصطفاء الأول بالقبول فتقبلها Oh,
الملكين ينزل عليه السلام وعليه ثوبان مبصران أي قريبان إلى السلطة. ينزل عليه السلام فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته لنعرفه. قال عبدنا صلى الله عليه وسلم فيما أخذ الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد: الأنبياء إخوة علات، الأنبياء إخوة علات، علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. تتعدى الأمهات لكن أباهم واحد وهو آدم عليه السلام. وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل فيكم فاعرفوه إنه مربوع، مربوع الخلقة، لا هو بالطويل ولا بالقصير، بين الحمرة والبياض، كأن رأسه يقدر وإن لم يصبه بلل فيكسر الصغير ويقتل الخنزير ويدعو إلى الإسلام ويهلك الله تبارك وتعالى في عهده كل أمة إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال فينبث فيكم 40 سنة ويجعل الله تبارك
هو الذي يريد أن يرديها في الهاوية، لذلك أكبر